اهلا وسهلا بحضراتكم، بنهنيكم بانتهاء تصميم موقع البازخ، شركة البازخ العالمية، وهنشوف مع بعض دلوقتي ظهور الموقع بترتيب متقدم على جوجل وعملية الفهرسة وانتهاء التصميم والتعديلات اللي حضراتكم طلبتوها بالامس بالكامل. هنشوف دلوقتي وافق الموقع باللغة الانجليزية. خلينا نبحث اول شيء بكلمة مثلا سلطنة عمان العواذل المائية، سلطنة عمان العواذل المائية. جوجل بيقول لي عندك 1650 نتيجة بتتكلم على سلطنة عمان العواذل المائية. طيب أول حاجة عندي فيديو خاص بحضراتكم، سلطنة عمان العواذل المائية، ده فيديو لو شفناه. احنا عملنا حقه 10 فيديوهات، 5 فيديوهات باللغة العربية و5 فيديوهات باللغة الإنجليزية، تم تسميتها بأسماء مختلفة بحيث حتى اللي يبحث على يوتيوب يجد موقع شركتكم، سلطنة عمان عزل خزانات المياه، سلطنة عمان العواذل الحرارية، هنا العواذل المائية زي ما احنا شفنا، بيجيب الصورة واللوجو وبيانات التواصل مع حضرتك، وأسفل الفيديو أيضا بيكون في بيانات التواصل مع شركتكم الموقعة. تعال نرجع تاني، وهنا قلنا عندنا 1650 نتيجة لما بحثت على سلطنة عمان العواذل المائية. جوجل بيقول لي عندك 1650 نتيجة، أول نتيجة الويب سايت جايب لي سلطنة عمان العواذل المائية البازخ، ده موقع البازخ الخاص بحضراتكم. تعال نخش كده، دي صفحة احنا عاملينها للفهرسة، وأنا هنا لما بدوس العودة الرئيسية بيظهر لي الموقع بالشكل ده، بيحمل الموقع دلوقتي. عندي رئيسية من نحن، المقالات، مواد العزل، العروض، صور، اتصل بنا. لو انا مثلا ايه قلت ممكن انا من نحن، اذهب الى من نحن، هنا بيقول لي من نحن، نحن شركة البازخ كذا 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 وخبرة كبيرة وفريق عمل محترف واستخدام مواد عزل حديثة ومميزة مثلا، والمقالات ده لو حضراتكم تبعتوا لنا المقال يبقى في رابط هنا، مقال اول، مقال تاني، مقال التالت، ابعتوا لنا المقالات المطلوب وضعها احنا نحطها مباشرة. بعد كده مواد العزل، هنا نشوف مع بعض مواد العزل. هنا بيقول لي عايز الفوم مثلا، او ده يسأل عايز الفوم، يروح مديني على عايز الفوم، وان هو عايز المائي، عايز الصوتي، عايز الحيوي بنسبه 70%، لو 20 سنه، ولا يحتاج سيراميك او بلاط. طب رجوع لمواد العزل، يروح راجع بيا لمواد العزل، عايز السيراميك يروح رايح بيا على عايز السيراميك وبياناته، ورجوع لمواد العزل يرجع معايا على مواد العزل. بيسكوف، عايز البيسكوف يديني تفاصيله وارجع بيه تاني لمواد العزل. عايز الفليكس يقول لي التفاصيل وبعد كده ارجع برضه على الفصل، عايز مش عارف ايه كده بيوريسين، والعودة الى مواد العزل. دي طريقة لصفح الموقع. عايز الابيكس برضو يروح جايب لي التفاصيل وارجع بيه الى مواد العزل. دي طريقة للتصفح. وعندي بعد كده العروض، بيعرض هنا العروض بتاعت حضراتكم، بعد كده بيجيب لو ضغطت بيجيب لي تفاصيل العرض، بيجيب لي تفاصيل العرض، اقدر اكبر العرض او اصغره او اقفله او اتجه للعرض اللي بعديه كما احب. اوكي، وبعد كده عندي مكتبة الصور، مكتبة الصور اللي حطينا فيها الفيديو الخاص بحضراتكم. حطينا من ضمن معرض الصور اي حاجة من الحاجات دي، لو انا حابب اكبرها هقف عليها كده وادوس اكبرها. تمام، اقدر ارجع للصورة اللي قبلها او اللي بعدها او اي تفاصيل انا حاببها. اوكي، تمام. وعندي اتصل بنا زي ما احنا شايفين، بقى في تفاصيل الاتصال بالشركة. اوكي، وفي حجز موعد، الواحد يقدر يكتب اسمه والبريد الخاص بيه ورقم الهاتف والولاية والموعد المقترح، ويدوس المطلوب تنفيذه ايه، هو عزل اسطح او عزل حمام سباحه او غيره، ويعمل عمليه حجز الموعد. تمام، ده كان صفحه احصائيه الموقع. طبعا الموقع باللغه الانجليزيه برضه تم رفعه بالكامل وفق الملاحظات الاخيره اللي حضرتك طلبتوها. هنا عندنا زي ما احنا شايفين كل تفاصيل الموقع. بنرجع للموقع الصفحه الرئيسيه، تمام، بنرجع لجوجل. احنا بنفكر بعض بس ان احنا في جوجل كنا بحثنا سلطنة عمان العواذل المائية، قلنا نطلع لنا 1650 نتيجة ونتيجة رقم واحد هو موقع البازخ. تعال نبحث بنتيجة اخرى،
نبحث بنتيجة أخرى. اللي هي عزل أحواض السباحة. سلطنة عمان عزل أحواض السباحة، تمام. بيدين هنا لما بعمل عزل أحواض السباحة بيقول لي عندك 5000 نتيجة، 5000 نتيجة. عندي فيديو زي ما احنا شايفين، نتيجة رقم 1 فيديو، وعندي بعد كده نتيجة رقم 2 على طول مباشرة، هي الموقع الخاص بحضرتكم. يعني هو بيقول لي لما بحثت على جوجل بسلطنة عمان عزل أحواض السباحة، بيقول لي عمل عندك 5000 نتيجة بتتكلم سلطنة عمان عزل أحواض السباحة. النتيجة رقم 1 فيديو، خلاص احنا عرفنا الفيديو بيكون شكله ازاي. بيديني حتى ده عاملينه عشان بعد كده فيما بعد اللي يبحث على اليوتيوب يجد موقع حضراتكم والتواصل معكم بشكل جيد واحترافي، يعني حتى على اليوتيوب. اوكي تمام. ووجدنا الموقع، النتيجة رقم 2 هو الموقع بتاعكم، متقدم على أكثر من 5000 نتيجة. يعني النتيجة رقم 2 متقدمة على أكثر من 5000 نتيجة. لو احنا كده هنلاقي الموقع انه يعود للرئيسية، هيدينا الموقع بكل تفاصيله. طب خلينا برضه نبحث تاني، مثلا كلمة عزل سلطنة عمان عزل خزانات المياه. برضه هنا بيقول لي عندك 155000 نتيجة، 155000 نتيجة. عندي 155000 نتيجة. شايفين احنا الفيديو برضه الخاص بموضوع خزانات المياه اللي هو مسمينه بالاسم ده عشان اللي يبحث على اليوتيوب يجده. وعندنا من 155000 نتيجة عندنا احنا هنا قلنا 155000 نتيجة، لأن الفيديو رقم 1 اهو خاص بحضراتكم، تمام. وبندور على البوزخ، هو ده ممكن يكون اتفحص مثلا لسه ما ظهرش عشان لسه متفحص قريب، مثلا يكون من اخر الصفحات اللي تم فحصتها، نأكد عليه ونشوف ظهر فيه بعد كده. حتى لو بحثت باللغة الإنجليزية، مثلا لو أنا بحثت من ضمن الجمل اللي فحصناها اللي هو عزل المياه البوزخ عمان وتر، يعني عزل المياه في عمان، بيقول لي هنا عندك 463000 نتيجة. 463000 نتيجة، عندي نتيجة رقم 2 هو موقع البوزخ باللغة الإنجليزية. عندي نتيجة رقم 2 موقع البوزخ باللغة الإنجليزية. لو أنا دوست كده يطلع الموقع وجعتهم. رجعت هوم، انا جاني على الموقع لو حابب ارجع باللغة الإنجليزية. اوكي، بيديني التفاصيل كلها بتاعة الموقع بتاعي زي احنا قلنا قبل كده، تمام. ده لما بحثنا، نرجع كده نشوف احنا هنا في جوجل لما بحثنا عزل المياه باللغة الإنجليزية في عمان، طلع لي 463000 نتيجة، 463000 نتيجة، يعني تقريبا نص مليون نتيجة. وطلع النتيجة رقم 2 مباشرة هو موقع حضراتكم. ساعة عشان ما اطولش الحركة برضو، لو شفت حاجة تاني باللغة الإنجليزية اللي هو عزل حمامات السباحة، عزل حمامات السباحة بيقول لي عندك 929000 نتيجة، 929000 نتيجة، يعني تقريبا مليون نتيجة بحث على جوجل بتتكلم باللغة الإنجليزية عن عزل حمامات السباحة باللغة الإنجليزية في عمان. وطلع لي فيديو زي ما احنا شايفين خاص بحضراتكم، وطلع لي النتيجة رقم 1 متقدمة على تقريبا على مليون نتيجة هو موقع البلزخ. خلاص احنا عارفين بقى، بنرجع للرئيسية. يبقى عندي عربي وانجليزي، وبختار مثلا انجليزي لو حابب اللغة الانجليزية. ده كان نهاية التوضيح اللي احنا حابين نوضحه لكم في الفيديو ده. يمكن اخر حاجة بحثنا بيها اللي هو عزل حمامات السباحة في عمان باللغة الانجليزية، ووجدنا ما ياخد من 929000 نتيجة، هو جوجل بيقول لي اهو، يعني تقريبا مليون نتيجة. والنتيجة فيديو رقم 1 حضراتكم، وطلع لي الموقع رقم 1 متقدم على اكتر من مليون نتيجة، على تقريبا مليون نتيجة، موقع شركتكم الموقرة في خدمتكم، وبنهنيكم على انتهاء الموقع.